علما خير ما استهلوا به. الحمد لله رب العالمين. كثير من برامج تنمية وتنفيذ السياسات التي من شأنها رفع مستوى المعيشة في هذا التوقيت إشراك فئة أجيال المستقبل. وعلى هذا بناءية إضافية وتنمية موارد المزرعة. السنة هذه نحتفل باليوم العالمي للمياه تحت شعار الطبيعة من أجل المياه. ضروري أن نحافظوا على المياه من أجل الطبيعة، لأن لولا المياه ما كانت الحياة. الهيئة العامة للمياه قامت بدور كبير جدا في المياه من أجل الطبيعة والطبيعة من أجل المياه، وذلك بحجز كميات المياه من خلال الجرائن السطحي للأودية بإنشاء سدود تخزينية تبلغ عدد هذه السدود 19 سد بكمية حجز سنويا بإجمالي الحجز تقريبا 375 مليون، ما يتم حجزه حاليا 62 إلى 63 مليون تساهم في الموازنة المائية للمياه في ليبيا. لعل ضالت الفرص المتاحة وفقا السيدات الكرام، يسعدنا برامج التثقيف والتوعية والإرشاد من أهم البرامج التي تسهم في مساهمة. فوجب علينا كقطاع موارد مائية أن نحيي هذا اليوم وأن نشرك العالم في هذا في الاحتفال بهذا اليوم. فقد قام قطاع الموارد المائية من خلال المختصين بالقطاع والجهات التابعة له بتنظيم هذه الاحتفالية لنوعي المواطن الليبي والنشأ بأهمية المياه وضرورة المحافظة عليها وترشيد استهلاكها وتحديد مصادرها والبحث عن مصادر بديلة إن وجدت. أن يكون هناك إعلان عن اليوم الوطني للمياه أجل استدامة الموارد الصالحة للاستخدامات المختلفة. سيد مدير أو رئيس المسجد، ولا يسعني إلا أن أتقدم بشكر جزيل في المجتمع والآليات التي تم خلالها معالجة المياه. الهيئة العامة للموارد المائية، سيد وزير